أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، أكد أن قوة المجتمعات ونهضة الأوطان تكمن في وحدة شعوبها ومدى اندفاعهم نحو خدمة الوطن والمشاركة الفاعلة في مسيرة العمل الوطني، وهذا هو سر الريادة البحرينية التي طالت مختلف المجالات، منوها سموه بما يتميز به أبناء الوطن من حرص على إعلاء شأنه والاستجابة لبرامج الحكومة المتصلة بالتنمية والتطور. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم لعدد من أفراد العائلة الملكة الكريمة وعدد من المسؤولين بالمملكة. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن المواطن البحريني هو ثروة الوطن الأغلى، وهو الاستثمار والرهان لصناعة حاضر مزدهر ومستقبل مشرق، لافتا سموه إلى أن تلبية احتياجات المواطن هي أولوية وطنية لدى الحكومة، وما التوجيهات المستمرة للوزراء بزيارة القرى والمدن والالتقاء بأهاليها إلا هي أحد الأوجه التي يتم من خلالها رصد متطلبات المواطن لتوجه على إثرها بوصلة الخدمات الحكومية. واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور ما تزخر به مملكة البحرين من تراث تليد وما يشكله من عناوين مضيئة لتاريخها المشرف، حيث أكد سموه أن الحكومة أولت التراث الوطني أهمية كبيرة ووضعت الأنظمة والقوانين التي توفر لها كل أشكال الحماية، يقينا منها من أن هذا التراث الوطني هو رمز لهويتها وخصوصيتها التاريخية والثقافية، وهو جسر العبور لمستقبل مفعم بالعمل والإنجاز والتنمية، وهو الباعث للأجيال المتعاقبة لتعزيز إسهاماتها في العمل الوطني.